فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سؤال من طالب لعله في الابتدائي، يقول: هل يجوز إذا أعطينا واجبا مدرسيا أن يقوم طالب منا فيحل هذا الواجب؟ لا لا، ما يجوز هذا. هم معطينكم الواجب بيدربونكم يعلمونكم، فإذا حله عنك طالب آخر ما حصل المقصود. هذا من ناحية. الناحية الثانية، هذا غش، والغش لا يجوز، لا في الامتحان ولا في الدروس ولا بأي شيء، ما يجوز الغش. من غشنا فليس منا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.